ان هذه الاهتزازات واصله برضو لاصغر يعني اصغر جسيمات الجسم، حتى الدي ان ايه نفسه، الدي ان ايه نفسه بيهتز بنفس الطريقه. عايز ليه احنا بنقول الكلام ده؟ عشان حاجات مهمه جدا. لما نيجي نقول القران الشافي او في شفاء للناس او كذا، او كل ما ايات الشفاء اللي احنا مثلا او هنقول بعضها، ان 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 نفس الفيروسات عشان تاثر على الجسم لازم تدخل تعمل توافق مع الاهتزازات بتاعه الجزء اللي بتهاجمه. يعني هي لن تنجح الا اذا فكت شفره هذه الاهتزازات الخاصه بتاعه كل عضو او بتاعه الدم او كذا. هو ممكن يعني نشغل الفيديو اللي هو بتاع فيروسز ار مان ميد نانو تكنولوجي والواحد بيتكلم. فالفيروسات دي بتعمل ايه؟ ان هي بتدخل تتوافق مع الاهتزاز بتاع كل أورجان أو كل عضو في جسم الإنسان أو الدم أو كذا. زائد بقى إيه؟ إن الكارثة إن كل الفيروسات الحديثة اللي الناس مش عارفة إن كل الفيروسات الحديثة مخلقة وليس طبيعية، وفي مليون أمر بيثبت دوت. بس ده مثلا من أحد الفيديوهات اللي بينبه الناس علميا إن كل الفيروسات الحديثة مخلقة وتمت عن طريق دراسة الاهتزازات الداخلية بتاع جسم الإنسان، ولذا يخلق هذا الفيروس على أساس إزاي يتوافق، وكمان معمول له تركيب جيني إزاي يدخل يغير في طبيعة هذا الجزء أو في الدي إن إيه اللي داخل خلايا هذا الجزء، فبيهاجم اللي بيهاجم الخلايا نفسها، لان ربنا اصلا خلق لك جهاز مناعي يقاوم كل هذا. في حاجات بتهاجمه زي البكتيريا دي طبيعيه، لكن الفيروسات كلها على فكره الحديثه كلها مخلقه. وحتى روبرت جالو نفسه اللي هو اللي مخترع الايدز واللي عمله في المختبرات السي اي اي، روبرت جالو نفسه شرح ازاي هو عمل الفيروس الايدز، ونشوف ده كارثته ايه لما نيجي ندخل في ازاي نقاوم الفواحش. لكن النقطه اللي لازم نعرفها ان الفيروسات عشان تهاجم جزء وتنجح في دوت لازم تعمل ريزونانس او توافق مع الاهتزاز بتاع الجزء ده. وبالتالي لما نتكلم على القران الشافي او طبعا يعني الادعيه، يعني مثلا اصحاب الديانات الاخرى عندهم دعواتهم عندهم صلواتهم الالتجاء لربنا، ان ده بيحسن الـ 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 الاهتزاز اللي حصل الخلل بتاع الخليه وبيحسن وبيقوي الخليه. عايزين نشوف يعني ايه صور يعني في برضو يعني في اثناء مثلا ما ده مش مشكله. هو الفيديو ده يعني كنت عايزه اوري جزء ان اصلا ربنا خلق نظام مناعي كامل يقدر الجسم يقاوم بيه كل تقريبا كل انواع الامراض الا بامر الله، لكن الفيروسات كلها الجديده مخلقه ومخلقه عشان تهاجم جسمك. طيب قبل ما نخاف لازم نفتكر قول الشيطان لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ده كان فيه توعد عام ان هو يدمر فطره الله السليمه. لازم نفهم قبل ما نسال ليه بيعملوا كده او ازاي او لا ده مش ممكن، ما هو ده الشيطان، هو الشيطان مخلوق ليه؟ هو الشيطان لما توعد ولا نقعدن، دي طريقه على فكره هجوم الخلايا البيضاء او ده الجهاز طبعا المناعي اللي ربنا ايه خلقه في الجسم عادي. لكن النقطه اللي لازم الناس تفهمها ان قبل ما نقول استغفر الله العظيم يا رب لا مش معقول ده بيحصل، لا طب ما انت ما هو ده حزب الشيطان، والشيطان توعد الله إن يعني توعد أقسم ان هو لا اقعدن لهم صراطك المستقيم بيها. فهو ده الملخص عشان الناس اللي بتنكر والناس اللي مش عارفه ان احنا في ايدينا، يعني ان هو هيخرب لك كل الفطرة السليمة، هيدعو الفواحش، هيدعو المثليات الجنسية، ربنا عامل ان يبقى زوج ذكر وانثى لا خليهم ايه نوعين، يدعو للفجور، يدعو للفحشاء، يدعو للقتل، للكذا للكذا كل الاوجه. فانت ليس عليك ان تتعجب وليس عليك ان تنكر، لكن عليك ان تعرف ان هو متوعد من بدء هو اقصى ما هو متوعد كل الفطره السليمه. وده اللي هيفضل معانا على فكره في كل حاجه، تخريب الانسان، تخريب منظومه الله. فالانسان اللي لازم يبقى عارف ان يعني هو يعني مش بس عشان تقول طب الناس تقول طب ايه الهدف، ده هو هدفه كده ان هو يخرب فطره الله السليمه بجميع المناحي بكل المناحي. فهنيجي نشوف ايه. انا عايزه برضو على حكايه الصوت وعلى حكايه برضو يا مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما قال الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ربنا ده اشاره ان هو اصلا الشيطان زي ما قلنا بياخد قبل ما بيأثر على الانسان او يوسوس الانسان بياخد مطابقه لنبره صوته وبيدخل برضو على ان هو يعمل خلل
في اهتزازات وذبذبات الدماغ بصوت الانسان ذات نفسه. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما كان مثلا هنشوف ان هو مثلا انك انت بتبعث طاقه لما انت بتقرا قران وبتنفخ في يدك وبعدين تمسح، ده بيعدل الخلل اللي حصل والتقطيب الفركشه اللي حصلت في التقطيب بتاع ترتيب السوائل داخل جسمك. طب عايزين نشوف اوجه اللي احنا نقدر نقومها تاني غير مثلا ايه موضوع ذبذبات الدماغ واللي هنشوفها من ايات الشفاء وكذا، وازاي قران فعلا قران شافي، والادعيه او كل ما انزل من الله او كل دعوه لله او كل عمل خير، السعي في الخير، الخشوع، التفكر، المحبه، كل الابتسامه بتبعث على طاقه. يعني حتى كل ما اشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال تبسمك في وجه اخيك صدقه، ليست صدقه فقط لكن ده هي بتطهرك انت نفسك وبتبعث عليك بطاقه ايجابيه. كل ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء، رسول الله والانبياء اجمعين، كل ما دعوا اليه هو تحصين للانسان، ان الله لا يحتاج عبادتك. لو كل الناس عبدت ربنا لن يزيدوا فقط. وهو هذا التحصين المفترض. طيب، ان هو لو البني ادم عمله ما حدش هيقدر عليه. هنيجي يعني نشوف مثلا ايه اوجه تانية. مثلا وجه زي ما حضرتك قلت في الاول مثلا موضوع الفيسبوك او كده. طبعا احنا لما اتكلمنا كان مش بهدف التخويف او الترهيب على قد ما الوعي، انك انت تحرص على ما يمارس عليك دون ان تشعر او تكتذب فيه، سواء من فراغك، من ضيقك، من غضبك، من كذا من كذا من كذا. يجب ان تعي هذا تماما، يجب ان تعني فيه صفحات كامله. يعني كان في مثلا صفحه من صفحات محبي الجيش المصري، هي كانت تابعه برضه للموساد، وبعد ما اكتذبت محبين وبتاع ابتدت بقى ايه تدخل حاجات تضليل. كان في صفحه مخابرات مصريه باسم المخابرات المصريه تابعه للموساد وتابع برضو الجهة أخرى، برضو في صفحة أخرى تابع الجهة أخرى ابتدت برضو تكتسب الناس المحبين، بقى الناس كلها بتحب المخابرات والقوة المصرية وكذا وكذا. بعد ما اكتسبتهم راحت إيه تلعب، والمخابرات ثابتة ليه تلعب في دماغهم. طب والمخابرات بتاعتها؟ هي على الفيسبوك. طب على الفيسبوك يعني ما عندناش حد. في تضليل قد كده. ما انت في تضليل قد كده. يعني انا بقول على اوجه التضليل. في مثلا انت تدخل لك واحده مثلا زي ما قلنا بيكتذبوا الشباب على كلام مثلا مع البنات او على مواقع اباحيه او كذا. ليه؟ لان هم عارفين، هم عندهم مبدا بيقول لك مثلا الشباب العربي لو جبت لهم بين اتنين السياسه وبين الجنس هيختاروا الجنس، فيقوم داخلين لك من الناحيه دي وبعدين يكتذبوك في معلومات انت ما تعرفش ايه اهميتها. يعني مش شرط زي ما انت فاكر مثلا ايه زي المعلومات العسكريه وبتاع، لا كل الكلام ده مش مهم. لما يجي يعرف لك ان في مثلا انت ممكن بتشتكي من حاجه وتقول لا ده احنا بنحشد عشان هنهاجم مش عارفه ايه، احنا مثلا الاسم الفلاني، او في مثلا كم من المجندين. يعني في مثلا اخبار كانت اتنشرت الفتره اللي فاتت على الفيس ان مجندين الامن المركزي هيعملوا عصيان، او في حاله غضب شديد ده الشرطه من جواها بتتخبط وعايزه تنفجر من جواها. انت المعلومات دي بتبقى مش عارف اهميتها لكن هم بيستغلوها، يبتدي يوقع لك مثلا كمائن اكتر. بتحصل اخطاء امنيه، مش بتكلم على الاخطاء الامنيه والكذا والردود الفعل والاخطاء واللي بيحصل والمردود بتاعه، لكن هم ممكن يستغللك دوت انه يقوم بعثتك على حاله احتقان اكتر، يبقى هدفها ايقاع قوتك الامنيه.